الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا في الحلقة السابقة كنا قد أنهينا حديثنا عن أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، وتكلمنا عن أنواع العصبات وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع سهل وبسيط، وأعتقد أنه الذي فهم كل موضوعاتنا السابقة يستطيع أن يعني يفهم هذا الموضوع ببساطة ويسر. بقول لي إنه إحنا سبق في حديثنا عن شرح ميراث الأخت الشقيق وأخت الأب وميراث بنت الابن، عرفنا كل واحدة منهم إيش بترث بالتفصيل. الآن من المهم إنك تعرفوا إن الأخت الشقيقة والأخت الأب وبنت الابن مهما نزل أبوها بذكور خلص، قد تكون أحياناً موجودة في المسألة، فيأتي إلى جانبها أخوها الذكر اللي هو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الابن، لأن نحن حكينا أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، أو يكون في السؤال عندي أخت الأب فيأتي الأخ لأب فيعصبها بالغير، بنت الابن تكون موجودة فيأتي ابن الابن ويعصبها بالغير. فقلنا إذا وجد هذا الذكر حتما سيعصب أخته، فالسؤال هل دائما وجوده بيكون وجود خير بالنسبة إلها؟ هل إذا كانت الأخت الشقيقة موجودة في السؤال فإجى الأخ وعصبها بيكون ذلك وبالا عليها أم شيئا جيدا بالنسبة لها؟ هذا ما سنعرفه الآن. أحيانا يا إخوان بتكون الأخت الشقيقة في السؤال ليست وارثة، ليست وارثة أو مش طالع لها شيء من الميراث، فيأتي الأخ الشقيق بمجرد أن يعصبها بالغير تصبح وارثة معه وتستفيد. أحيانا بنت الابن بتكون موجودة في السؤال ومحجوبة ليست وارثة، فيأتي ابن الابن المساوي لها في الدرجة فيعصبها بالغير، لأنه قلنا العصب بالغير هي ذكور وإناث من نفس المستوى، فيعصبها بالغير، فإيش بيسوي؟ فيصبح مع بعض عصبة بالغير وينقذها من الحجب، فتصبح بدل ما كانت غير وارثة أصبحت وارثة. لذلك نقول بأن الأخ إذا جاء على السؤال فأنقذ أخته من الحجب وأنقذها من عدم التوريث ونقلها إلى الإرث، فإنه يسمى بالأخ المبارك. لكن بقول في كل الأحوال هذا التعصيب قد يعود بالنفع على الأخت الشقيقة، قد يعود بالنفع على بنت الابن، قد يعني يعود بالنفع على الأنثى، فقد تكون غير وارثة لشيء فيأتي هذا الذكر ويرث ويجعلها ترث معه، فهذا الأخ بنسميه إيه؟ أخ مبارك. أحيانا العكس تماما، العكس تماما، الأخت بتكون وارثة أو بنت الابن بتكون وارثة، فبيجي هو لما بدخل على السؤال بيعصبها فيسقط من الإرث وتسقط معه، أو خلينا نقول إذا كانت هي وارثة هو بخليها مش وارثة أو بطلع لها الشيء، فهذا الأخ يكون قد عاد عليها بالضرر، فيصبح الأخ والأخت معا لما صاروا بالعصبة غير وارثين لشيء بسبب هذا التعصيب. يعني كأنه بيقول لك لو ظلت لحالها لانتفعت، لكن لما جاء هو وعصبها فجعلها غير وارثة. هذا الأخ بنسميه الأخ المشؤوم. إذا اليوم حديثي عن نوعين من الإخوة، يا بكون الأخ كويس وبعود بالنفع على أخته لما بعصبها فبتستفيد منه بتكون مش وارثة بصير وارثة فبنسميه أخ مبارك، يا بكون أخ وجهه يعني سيء احنا بنقولها بالبلدي وده نحس عليها فهو يسقطها معه بسبب تعصيبه لها، فبدل ما تكون وارثة صارت غير وارثة بسبب هذا التعصيب، هذا بنسميه الأخ المشؤوم. طيب تعال نشوف أمثلة على الأخ المبارك ثم الأخ المشؤوم. خليني أنا دائما أنا تعودت إني أشيل الحلول عشان أنت تكون مركز معي في المسائل. اوكي اذا يا اخوان امثل على الاخ المبارك، شايفين عندي هنا ايش في؟ في عندي اختان، اختان شقيقتان بياخذوا الثلثين صح؟ اذا الاختان الشقيقتان ياخذان
يأخذان الثلثين لتعددهما وعدم وجود من يحجبهما وعدم وجود من يعصبهما. الأخت لأب، طلع علي الأخت لأب لما كانت لحالها، افترض أنها موجودة لحالها ونسالي هذا الباشا اللي هنا، انساه اعتبره مش موجود. الأخت لأب هنا بحسب الأصل ما الذي تأخذه؟ محجوبة. لماذا محجوبة؟ لوجود أختان شقيقتان، لأن قلنا من الأشخاص اللي بيحجبوا الأخت لأب الأختان الشقيقتان فأكثر. إذا أختان الشقيقتان فأكثر، الأصل أنهم يحجبن الأخت لأب، فالأصل أنها محجوبة وهذا بياخذ العصبة. طيب لما يجي الأخ لأب يدخل على المسألة، ما الذي يفعله الأخ لأب؟ أصبحت الأخت عصبة معه. بالأول إيش كانت؟ بالأول كانت محجوبة، لولا وجود أخوي يا حبيبي ما كنت ورثت. لذلك وجود الأخ هذا جعل منها عصبة معه، فبدأ بعد أن كانت غير وارثة، لولا دخوله على المسألة، لولا دخوله على المسألة لكانت محجوبة، لكن وجوده أنقذها. الأخ طبعا أقرب من جهة العمومة، فهذا بكون محجوب. ارجعوا لموضوع الترجيح بين العصبات، هذا عصبة بنفسه وهذا عصبة بنفسه، ايش رجحنا؟ رجحنا من حيث الجهة، هذا أخوة هذا عمومة. إذا الأخت لأب هنا كانت محجوبة بالأختان الشقيقتان، لكن عندما وجد أخوها الذكر أنقذها معه بالتعصيب، وأصبح يتقاسمان الباقي اللي هو هذول الثلثين، إذا هذول بضل الثلث للذكر كحظ الأنثيين، تأخذ إشي على الأقل، أما بالأول كانت محجوبة. البنتان، البنتان يأخذن الثلثان، اعتبر هذا الباشا، هذول البشوات مش موجودين. طلع البنتان يأخذن الثلثان، البنتان الصلبيتان فأكثر يحجبن بنت الابن، محجوبة يعني، ما لم يوجد معها من يعصبها. مين اللي إجا معها؟ الأخ أخوها معها، فهذا الباشا لما إجا بيعصبها، فبعد أن كانت لا ترث شيء أصبحت ترث لمجرد وجوده. أقول لك طب هذا إيش ماله؟ هذا محجوب، هذا محجوب، هذا محجوب. طيب كمل، اعتقد انه المساله واضحه. ايش يعني اخ مبارك؟ انه لولا وجوده في السؤال، لولا عليه، يعني لولا عليها لكانت محجوبه، كانت في طي النسيان. هنا بنتان يا اخوان، بنتين، عشان تكون العباره صح، هذه بنتين، هذول البنتين لهم الثلثين. طبعا بنت الابن اعتبر هذا مش موجود، بنت الابن المفترض انها محجوبه البنتين ما لم يوجد معها من يعصبها. هلا المفترض اللي بيعصبها مين يا اخوان؟ المفترض معصبها اللي هو الذكر المساوي لها بالمرتبه زي ما صار هنا، لكن هذا ذكر انزل منها بالمرتبه. قلنا هل يعصبها؟ ارجع لموضوع التعصيب، حتلاقي قلنا انه نعم يعصبها ابن الابن حتى وان نزل، لانها تكون قد احتاجت اليه. وهذا لا نسميه الاخ المبارك، نسميه القريب المبارك، لانه الاخ هو اللي على نفس الدرجه، اما هذا ابعد منها شويه، لذلك ما نسميهوش اخ مبارك، بنسميه القريب المبارك. لكن كل احوال الفكره واحده، انه لولا وجوده لكانت في عداد المنسيين، لكانت في عداد الحجب، كان اصلا ما تاخذش شيء. مفهوم يا اخوان؟ اذا هذا بالنسبه للاخ المبارك. مثال اخر، لما بكون عندي بنت، بنت بنت هنا تاخذ النصف، بنت الابن معروف السدس تكمله الثلثين، السدس تكمله الثلثين. طب بنت الابن هنا ايش المفترض تاخذ؟ المفترض ما تاخذش شيء. ليش ما تاخذش شيء؟ لانه بكل بساطه اعتبر هذا الذكر مش موجود، تاخذش شيء لانه انا عندي هدول استغرقوا فرض الثلثين. البنات دائما لما بيجتمعوا مع بعض نصيبهم يا بكونوا بنتين فبياخذوا ثلثين، يا بنت واحده مع بنت ابن او عدد اكثر فبكون في نص، وهدول بياخذوا سدس تكمله الثلثين، خلصوا الثلثين. طب بنت الابن تسقط، بنسميها سقطت بالاستغراق، لم يتبقى شيء تاخذه اصلا. طيب لما بيجي الذكر المساوي لها في المرتبه، اها الوضع يختلف، نحط هدول مع بعض عصبة بالغير،
فبما انه عصبه بالغير اصبحت بعد ما كانت بتاخذ شيء بسبب سقوطها بالاستغراق اصبحت بتاخذ بالغير عصبه بالغير مع اخوها، فبالتالي اصبحت ترث بعد ان كانت لا ترث شيئا. اذا هذا بنسميه ايه؟ بنسميه الاخ المبارك. ليه؟ لانه لولاه ما كانت قد ورثت الانثى. الاخ المشلول هنا حاله عكسيه تماما، زوج لانه في فرع وارث بياخذ الربع، الام بتاخذ هنا السدس لوجود الفرع الوارث. قلنا اذا كان في فرع وارث او في عدد من الاخوه بتنتقل من الثلث الى السدس. الاب اذا لاحظت فيه ذكور واناث اذا هو المفترض ياخذ السدس فقط، السدس فقط. طب البنت يا اخوان، البنت تاخذ النصف، البنت تاخذ النصف. طيب ضل عندي بنت الابن وابن الابن، لاحظ معي بنت الابن لو كانت لحالها كانت اخذت سدس التركه. لاحظ ايش الملاحظه المكتوبه هنا، لاحظ انا بنت الابن في هذه المساله لو لم يكن ابن الابن موجودا زي ما انا حذفته لحصلت على فرض السدس، لانه هتاخذ السدس زي ما قلنا تكمله الثلثين، البنت اخذت نص بتاخذ البنت السدس تكمله الثلثين. لكن بوجود ابن ابن، رجعنا ابن الابن دخل على السؤال، اصبحت هي وياه مع بعض عصبه بالغير. طب ايش بترتب على وجود العصبه بالغير؟ عصبه بالغير يعني لم يبقى لهما من التركه شيئا. كيف يعني؟ لقيت لما كانت بالاول كانت تاخذ سدس، يعني عمليا في لها نصيب. هنا عصبه بالغير. عارفين كيف بدي افرجيكم كيف يعني انه بيطلع لهم مش شيء؟ كالاتي، هل جيتها في عندي أربعة وستة، يعني في عندنا أصل المسألة 12 سهم. يعني كمان أعمل شغلة هان، هذا مهل عليه إنه تفهموه، لكن حقولكم إياه بس هيك عشان توضيح. ال 12 سهم تقسيم أربعة، الزوج له ثلاث أسهم من أصل 12. ال 12 تقسيم ستة، اثنين سهمين من أصل 12. الأب اثنين من اصل 12. البنت 12 تقسيم 2 6. لاحظ 6 و2 8 و2 10 و3 13، يعني مش بس اخذوا ال 12 بل في يعني زياده في عدد الاسهم، يعني هو زياده من حيث عدد الاسهم، هو نقصان وبال عليهم ينعكس، لانه هذا من نسميه العول، اي ان المساله عالت من 12 الى 13. كل الأحوال ما ضلش عندي ولا سهم اللي أعطيه لمين؟ لبنت الابن مع الابن، يعني هذول سين لم يتبقى لهم شيء ولا حاجة مخدين ولا فلس. اللي خلى البنت تتشارك مع الابن في الولا فلس هو وجوده. طيب ده نعتبر إنه هو مش موجود، نعتبر إنه هو مش موجود. لو هو مش موجود كان بنت الابن قديش المفترض يطلع لها؟ قلنا سدس تكمله الثلثين، 12 تقسيم 6 2، على الاقل كان طلع لها سهمين من اصل قديش؟ من اصل هذا العدد اللي هو 6 و2 8 و2 10 13 15، يعني كان طلع لها سهمين من اصل 15. لكن لو احنا رجعنا السؤال لما كان عليه قبل قليل طلع ايش كان بياخذ؟ هذول الاثنين اخذوا صفر من اصل 12، صفر من اصل 13، مش شيء طلع لهم. هذه الارقام عشان ما حدش يسالني، المره الجايه ان شاء الله لما نبدا بشرح موضوع تاصيل المسائل حاتكلم لكم عنه بالتفصيل، فلا داعي انه انتم تلخموا نفسكم فيه. المهم انه الاخ هنا الابن، ابن الابن لما دخل معاها كان وجهه نحس عليه. عندي هنا كمان سؤال. يعني عندي هنا كمان سؤال. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الاخت الشقيقه بتاخذ نص. الآن اعتبر هذا مش موجود الأخ. الأخت كان مفترض قديش تاخذ؟ سدس تكملة الثلثين، لأنه في عندي أخت شقيقة واحدة. ارجعوا لدرس الأخت الأب هتلاقوا بتاخذ سدس. الوضع اختلف،
في عندي هنا أخ لأب دخل على السؤال، فأصبح اثنين مع بعض قديش؟ معصبة بالغير. إيش بدهم يأخذوا من التركة؟ صفر. ليه؟ إحنا الزوج ماخذ نص التركة والأخت الشقيقة ماخذ النص الثاني، إيش عمليا ضل؟ صفر. يعني هذا وهذه مشتركين مع بعض في صفر في لا شيء. لكن لو كانت مش موجودة أعمل لكم إياها زي توي عشان أنت يعني تلاحظ إيش اللي حيصير. ندرج صف للأسفل، لاحظ أنه لو هدول لو هذا مش موجود بالمرة، هذا مش موجود وهذا مسحنا، واعتبر الأخت كانت لحالها متجرية سدس. أصل المسألة من ستة، عمليا الستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة واحد، وأصل المسألة صار سبعة على الأصل الجديد ونحذف هذا. يعني الأخت طلع لها سهم من أصل سبعة أسهم، الأخ الأخت ثلاثة والزوج ثلاثة. المهم أنه طلع لها إشي، طلع لها إشي. بس لما بيجي هذاك أبو وجه نحس معها يقول أخ لأب، يصير عندي هدول عصبة بالغير، صح؟ عصبة بالغير. تعال نغير هدول. أصل المسألة يا إخوان اثنين من الرقم اثنين، اثنين على اثنين واحد، اثنين على اثنين واحد، واحد وواحد اثنين، استوفوا كل التركة وما ضلش لهدول البشوات ولا إشي. لذلك نقول الأخ هنا هو أخ مشؤوم، وجوده أدى إلى سقوط الأنثى من الإرث. مفهوم يا إخوان؟ إذا هذا بالنسبة للأخ المبارك والأخ المشؤوم. يعني مسألة هنا بسيطة، يعني مش محتاجة شرح كبير، اسمها الميراث من جهتين، إنه ممكن يكون الشخص أحيانا بيرث بصفتين مع بعض. خلينا نقول إنه الميتة المرأة اللي توفت تركت زوجها، وهو بنفس الوقت بيكون ابن عمها. واحدة ماتت توفيت يعني وتركت زوجها، وهو بنفس الوقت مين بكون؟ ابن عمها. يعني توفيت وتركت زوج وهو ابن عم بين قوسين شقيق وأخ لأم. هلا هو كزوج بياخذ ايش؟ نص التركة. طيب الأخ لأم قديش بياخذ؟ سدس. طب والابن العم لما بيكون موجود في السؤال، لو كان موجود في السؤال قديش حياخذ؟ عصبة بنفسه. إذا بيرث بصفتين من جهتين، من جهته كزوج يأخذ نصف التركة، وكابن عم اعتبره برضه موجود في السؤال حياخذ العصبة، لأنه ابن العم من الذكور قلنا اللي بيرثه بالتعصيب، ما فيش حد أقرب منه لأنه الأخ لأم هذا من أصحاب الفروض. يحصل أحيانا أيضا أن يرث الإنسان من جهتين. كيف؟ قال لك أن يكون الميت ترك أخا لأم وهو في ذات الوقت ابن عمه. هذا بيصير في حال أن الزوج الرجل تزوج أرملة أخوه ويكون عندها أولاد. يعني مثلا أنا تزوجت مرت أخويا وعندها أولادها محمد ومحمود، أوكي، وأنا جبت من مرت أخوي سابقا جبت منها كمان ابن اسمه أحمد. أحمد الآن أحمد مات وترك الأخوة لأم، اللي هم مين؟ محمد ومحمود. الأخوة لأم، هم أخوة لأم، وبنفس الوقت إيش مالهم؟ أولاد عمي المتوفي. يعني أحمد ابني بيقول لهدولاك بيعتبرهم أخواته من الأم، وبيعتبرهم أولاد عمي الميت. لذلك في بكون عندي أخ لأم، وبنفس الوقت هو مين بكون؟ بكون ابن عمي الشقيق، في عندي ابن عمي. فأنت عندك كأخ لأم بياخذ سدس نصيبه كأخ لأم. طب وكابن عم شقيق، في عندي ابن عم شقيق وابن عم لأب، مين الأقرب؟ ابن العم الشقيق، لأنه أقوى، ترجيح بقوة القرابة، فهو بياخذ العصبة بنفسه وهذا محدود. هذه تصيرش يعني انتم في الأمثلة في الامتحانات في الشغلات هذه ما بتصير كثير، لكن المهم تعرف انه احيانا ممكن الإنسان يرث من جهتين مختلفتين في ذات الوقت. هذا كل ما كنت أريد قوله في هذه المحاضرة، بتمنى لكم التوفيق من قلبي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.